بعض دعاة الصوفية في بلدهم يقولون أنهم يزورون القبور للتقرب إلى الله أو من باب البركة، ويزورون الأولياء والصالحين ويقولون للناس هذا ليس بشرك إنما هم أولياء لله، فما حكم هذا؟ نعم، هم اللي يفسرون الشرك على هواهم. الشرك هو عبادة غير الله أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. وإنهم يصرفون هذا إلى ما يريدون، هذا ليس في مقدورهم إنهم يغيرون الحقائق الشرعية. نعم.